قصة يزيد الراجحي وفهد الرويس؟ يزيد الراجحي مشهور ورجل أعمال ورائد أعمال ومعروف لا يعرف، فهد الرويس كذلك من رواد الأعمال في مجال العطور ورجل أعمال، وكل واحد منهم له كلمته وله صيته في التأثير في مجال العطور وفي مجال التجارة. فهد الرويس قال أن يزيد الراجحي أنه يبيع عطور ليست من الزيوت الأصلية من الشركات، وأن العطر اللي باعه 50 ملي ب 75 ريال مبالغ فيه وغالي. فهد الرويس وكذلك يزيد الراجحي الآن شغالين الترند السعودي، من الصحيح منهم ومن المخطئ؟ في ناس قالوا إن فهد الرويس هو المخطئ، في ناس قالوا إن يزيد الراجحي هو المخطئ. هم لهم مجالهم في العطور، لهم ريادتهم في العطور، إحنا اللي ما ندخل ولا نعرف إيش السالفة، إحنا مجرد جمهور ننتظر إيش بيبان في النهاية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أنا من وجهة نظري كم يا محمد، يزيد الراجحي يبيع العطر اللي هو 75 ملي أو 50 ملي ب 75 ريال. طيب اوكي، لا يقول مهدي فهد الرويس او فهد الرويس يقول للناس ان العطر نفسه ينباع في سوق البطحه في الرياض. طيب اوكي تمام، يبيعونه ب 25 ريال في سوق البطحه، يزيد الراجحي يبيعها ب 75. طيب اللي يبيعها يزيد الراجحي يزود عليها 50 ريال مثل ما يقولون. طيب ال 50 ريال هذه ذهبت في فروع، ذهبت في توظيف سعوديين وسعوديات، فروع تفتح على مدى 24 ساعه. فانا كوجهه نظري كمحمد، يزيد الراجحي واخوانه وعياله اقسم بالله انهم مؤسسين ولادة جديدة في عالم التجارة. يعني عندكم مضغوط بيتنا، شفتوا قبل الأسعار، برجر ساين، كذلك مشاريع قادمة. كذلك يكفي أن رجال الأعمال في أنحاء السعودية يتمنون يكونون شركاء مع الراجحي. عندهم قوة تسويق، قوة تأثير، قوة ذكاء، يدرسون المشروع ألف مرة قبل ما يخطون الخطوة اللي بعدها. فما ندري من المخطئ ومن الصحيح، لكن راح تبين لنا مع الأيام، لأن دولتنا الحبيبة تبين كل شيء. لكن بالعقل، يزيد الراجحي ما خطى خطوة، هو عبد الله الراجحي واخته ما خطوا خطوة اللي هم دارسينها ولا هم عارفينها عبث. ان اخطات او انقصت فانا ما انا ابشر مثلكم، ودعتكم الله.